نعم استنى واضح استفاد. هسه تعال تشوفوها. وي برافو برافو. زين انتبهوا معي، نحن اخذنا طبعا المؤنث والمذكر طلاب طالبات. زين المحاضره اللي اخذناها زين اغيد بقيه الطلاب والطالبات يدزون الواجب حتى اطلع على الواجب مالكم، يعني اما على التليجرام او على الواتساب. استاذ العفو انا بعثت لك واجبي على التليجرام. هسه المحو الباقي اللي ما كان بعثوا. زين انتبهوا بس معاي. حسن. وي برافو حسن. اكسبليكي نو، اشرح لنا استاذ كومون نوز اوتيليزون لي زادجكتيف او ماسكولا اي او فامينا، اشو نستخدم الصفات بالمؤنث وبالمذكر. وهاي الصبور امامك الموضوع. يلا حسن. نعم استاذ. اقول اشرح، يعني انا بالنسبه لي اريد اخشى انتم، انا بعد امرار اريد انتم تشرحون، لان يعني هذا موضوع معاد. يلا حسن. هو استاذ انا راجع بس ما اعرف شلون اعبرها بالفرنسي. ما يحتاج مبيني. هسه اول شيء عندنا لو فمينا ديزاجكتيف مؤنث الصفات. الصفات التي تنتهي ب او يعني تنتهي ب اي تبقى كما هي بالمؤنث وبالمذكر لان هي اصلا بها اي، فما يحتاج ان انثى لان هي مؤنث ومذكر نستخدمها نفس الشيء. اي صفه تنتهي ب اي تبقى نفس ما هي. اما الصفات التي تنتهي ب او ار في حاله المؤنث نضع بعد الار او، والاول قبل الار نضع اقصى واتجاهها على اليسار. نعم واضح. زين اما الصفات التي تنتهي ب او ان ايش قلنا نعمل في حاله المؤنث؟ ندبل الان ونضيف او، يعني مثل عندنا بون تصير بون، نقرا من اول وحده. الماس تظل نفسها ماس لان او. عندنا لو بروميير في حاله المؤنث تصير بروميير، لاحظوا حتى يتغير اللفظ بالمؤنث لبعض الصفات. البو صارت بون. اما الصفات التي تنتهي ب او ان في حاله المؤنث ندبل الان ونضيف او، مثلا اونسيا راح تصير اونسيان، يعني قديم راح تصير قديمه. عندنا اخر شيء الصفه اللي تنتهي ب او تي في حالة المؤنث ايش نعمل؟ ندبل التي ونضيف او، مثل كوكي راح تصير كوكيت، نشيط راح تصير نشيطة. ايش كان كتب هوني؟ مي، لكن كومبليت تصير كومبليت. هذه نسميها صفة شاذة، هذه ما نضع دبل تي، لا نضع بعد التي او، والاول قبل التي نضع على اقصى اتجاهها على اليسار فوق الاو. هاي الاقصى الاتجاهها على اليسار هي تعوض عن الدبل تي. وسط طلاب طالبات ان شاء الله الموجودين، اريد اللي ما يفهم خلي يقل لي او تقل لي ما تفهم حتى نعيد الشرح. نرجع على هذولي جوا بالاسفل، هذولي طبعا طلاب طالبات، هذولي سوسون ديزاجيكتيف ايريغولييه، يعني هاي صفات شاذه هاي الحفظ، مثل الغروس الغروس بس ندبل الاس ونضيف او، سمين سمينة، ايبي تصير ايبيس، سميك سميكة، ندبل الاس ونضيف او، الباء تصير باس هون ندبل الاس ونضيف او، غرا تصير غراس ندبل الاس ونضيف او، يعني غرو غروس سمين سمينة، ايبي تصير ايبيس، سميك يعني شيء سميك بين سمك ثخن سميكة، با تصير باس، منخفض منخفضة، غرا شاحم غراس شاحمة. هوني هاي الصفات أريد دقيقة. حسن هسه أنا شرحتوها عيد شرحي والباقي راح أسألكم همين. يلا حسن. نعم
طيب صار استاذ، الكلمه تنتهي ب او اللي هو حرف الاي تبقى كما هي. برافو، مثل المانس نفسه مانس. مانس اللي هي معناها استاذ نحيف، نحيف يعني مثل الثن بالانجليزي. ايه اللي تنتهي باي ار، تنتهي باي ار نضيف لها قبلها اي ار اي ونخلي عليها الحركه مثل بريمو. تمام، مثل بخوميه بخوميه بخوميه. البون ندبل الان ونضيف الاو اللي هو حرف الاي. برافو، يعني يصير بون، يعني ايش هو نقول الجود، البون والبون نفس الجود بالانجليزي. البون والبون نفس الجود. صح. نفس ما فهمت هالنقطة صراحة أستاذ، ما نفس الجود. هاي نفس الجود، يعني ايش هون جيد، شخص جيد أو قول مؤنث جيدة، هاي نفس الشيء، بس عندنا بالانجليزي طبعا الصفة تظل تبقى بالمذكر وبالمؤنث نفس ما هي. يعني ما نضيف اي شيء او ما نغير اي شيء، بينما بالفرنسي لا، بالمذكر مذكر والمؤنث مؤنث. اها يعني تختلف. تختلف مع من هون عن يعني هناك عن الفض بس جود، يعني يقول هي از جود او شي از جود. هوني بالفرنسي لا، اقول الي بون هو جيد، الي بون هي جيده. يختلف اللفظ هم. نعم. زين تنتهي بي او ان ايش نعمل لها؟ المثال مع الانسيون نفس الشيء، ندبل الان ونضيف الاو وتصير انسيون. برافو، انسيان قديم قديم. الاي تي ندبل التي ونضيف الاي. ندبل التي ونضيف او. نعم. مثل عندنا الاستثناء كوكيت. المثال بين قوسين. هاي بين قوسين شاذة، كومبلي كومبلي. زين هاي ايش نعمل لها؟ تخلي الحركة على الأ والتي وضيف الإي، هذا استثناء شاذ. برافو، يعني هاي الأكسرة اللي هي فوق الأو هي تعوض عن الدبل تي. نعم. عن الدبل تي. زين هذول يتجول بالأسفل. استاذ هذول تمارين؟ لا ما التمارين، إيه هذول، إيه هذول. تكملة، تكملة للأمثلة، نعم نعم تكملة للأمثلة. ايه هذول ندبل الاس ونضيف الاو. ايه ندبل كذلك الاس ونضيف الاو، ندبل الاس ونضيف الاو. وهذه همين ندبل الاس ونضيف او، وهذه همين ندبل الاس ندبل الاس. تمام. زين حسن، هاي ايش معنى الجرون، تصير جروس، ايش معناته بالعربي، ايش معناته؟ الاستاذ بس الاضافه تبين الكلمه الاصليه ما تبين. الجرون جروس يعني لارج، مثل الهافي بالانجليزي، مثل الهافي. نعم. سمين. ايبي ايبيس. سميك سميكه. باباس سميك. برافو، شيء ثخين يعني بينه ثخن، اشون تقول كتاب او دفتر. باباس منخفض منخفضه. غراس شاحم، يعني شيء شاحم بينه شحم. غراس. نعم هالشكل. زين نرجع دقيقه هسه خلصنا هاي لحظة. زين نجي على التمارين. نعم. خلي تفتح عندنا صفحة التمارين. زين. هسه هوني يعني التمارين مثل ليزاج كتيف، لا دقيقة. زين هاي التمارين. عمر 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 ماجد. عمر. طلاب عمر عمر عادي اغيد الكلي، الكلي شارك يعني المرحله الاولى بس خليته طالب طالبين والباقي كلهم شاركوا. انا اغيد انتم بالعكس، انتم مرحله ثالثه يعني عادي اذا نغلط واحد يصحح ما بيها شيء.
انا راح احل اول تمرين واطالبكم انتم بالباقي معي تحلون شفوي. هون ايش حيقول؟ متي لاجيكتيف او فامينا اي برونسي، يعني ضع الصفه بالمؤنث والفضل. اول جمله هو كان حلها مذكر، انا ثاني جمله راح احلها مؤنث. مثلا هاي لو سييل اي غري، لو سييل اي غري يعني السماء لونها رصاصي، يعني هي اصلا لونها سمائي. زين البحر لونه سمائي. ممكن احلها استاذ؟ اي حلها. تصير لا مير اي غريز. برافو، لا مير اي غريز، برافو حسن مارو. يعني بس نضيف او يصير البحر سمائي. زين اللغ اون كلاس مون فيس اي بروميير، في الصف ابني هو الاول، يعني الاول على الصف. زين نقول ابنتي الاولى، اشون ان كلاس ان كلاس ما اون كلاس، هاي ما لها شغل، هي البخومية هذه، هاي الصفة يعني بخومية. إذا دن أنثى كان انتهت بي إي آر أو انتهت بي أو إر، أشون الأنثى؟ تصير ما، ما في بريمير بريمير. برافو برافو، بخومير يعني نضع بعد الإر أو، والأول قبل الإر نضع له أقصى فوق اتجاه على اليسار. نعم. زين أسا أريد عائشة. برافو حسن، برافو. الجملة هاي المحلولي اش مكتوب؟ سو تابلو إليجي، باردون، سو بلاتون، سو بلاتون إليجي، يعني الأرضية خفيفة. راح يصير عندي الصحن أو الماعون نسمينه نحن بالعامي، يعني خفيف، يعني اشنو؟ معرض للكسر. زين هاي الليجي اشون الأنثى؟ يلا عائشة، عائشة خالد، محمد عبد السلام، الباقي. عفوا استاذ انا وياكم بس شنو اريد طالبين نشرح بعدين ثاني راح اشرح لك. هيان هيان ما شرحنا دكتور، يعني دكتور محمد عبد السلام. دكتور بس عيد الجمله دكتور. محمد معي، انتبه ريان. نعم دكتور. الجمله الاولى المحلولي سو بلاتون إليجي، سو بلاتون إليجي يعني الأرضية، سميها الأرضية مثلا مع البيت أو أي أرضية خفيفة، يعني هشة. زين نقول نعم الصحن، الصحن هش. هاي اللي جي أشون الأنثى؟ دكتور دكتور أون في ميني أون أم أمي. لا هوني ستاس إي وعندنا لي جي، لي جي هاي هاي أشون راح تأنثها؟ ليجي إمينية. لا لا أشون راح تأنثها؟ أش تضع على الصيغ مؤنث بعد الآر؟ أش تضيف بعد الآر؟ ما هاي كان انتهت بإي آر. إي آر نضيف لا إي دكتور إيو. لا لا ما يصير إيو. ما نحن قلنا الصفات تنتهي بـ ER، إن أنثى إيش نعمل هالشكل؟ إي تفاصلها إي. دكتور ممكن تحلها بس نكتبها؟ ما يصير أنا حل أغيد، أنتم زين ريان. نعم دكتور نعم. أنا معك. أغيد أنتم ما أسا حكينا على المؤنث. ريان أشون الأنثى هاي الصفة اللي جي؟ هذه والله ما اعرف صراحه. ما يصير اغيد الباقي، الكل يراجع ويدرس، حتى انتم بالامتحانات مستعدين، انتم ما شاء الله مرحله ثالثه تدخلون على الرابعه. زين حسن صراحة. حسن شو راح نحله؟ الحل ايه برافو. ايه حسن تاس ليجير، تاس ليجير خط على اي ار اي تمام. لا بس خط، خط بس على الاو، بس فوق الاو العربي تاس ليجير. ايه وش نضع بعد الار؟ الاير هم نخلي له او اللي هي حرف الاي. برافو، سي تاس ليجير يعني الصحن خفيف.
زي مثال الاخ عندي لو بير اي بون، الاب جيد يعني طيب، نقول زي نقول الام جيده، لا مير اي فراغ، وعندي البون. زين البون اشو نأنثه؟ سهل جدا. البون ندبل الان ونخلي الاو. برافو، تصير بون جيده. زين عندي جمله الاخ بيير ني با كوكي، بيير ليس نشيط، مي الين اي فراغ، لكن الين هي نشيطه. الكوكي اشو نأنثه؟ او بيير ليس مدلل، لكن الين مدلله، ايضا تجي مدلل. زين اشو عندنا انثى؟ هاي الكوكي. يلا هسه حكينا عليها، منتهيه بأوتي. الباقي الباقي ندبل التي استاذ؟ ايه ونخلي الاو. برافو برافو، تصير كوكيت، يعني راح تصير مي الين اي كوكيت، لكن الين هي نشيطه. زين اخر جمله ايش مكتوب؟ فواسي ان بوفيه، هذه البوفيه اونسيا، يعني اقول البوفيه او ميز او طبله قديمه. زين راح نقول الدولاب قديم، هاي الاونسيا دنأنثها اشو نأنثها؟ مثال ندبل الان ونخلي الاو. برافو برافو، يعني يصير اي ان امرار اي ان اغموار اونسيان، يعني والدولاب قديم. برافو حسن، اريد الباقي الباقي طلاب ميرسي دغيا، الباقي الكل يدرس، لان هاي فائده لكم. زين نرجع التمرين اللي قلنا علينا اللي هو التمرين السادس. ايش حيقول؟ ميتي او سوبرلاتيف، ضع سوبرلاتيف معناته المفاضله، ضع بالمفاضله. عندي التخي وعندي لو بلو، مثلا هاي ان بيل شوميز، راح تصير ان تخي بيل شوميز، يعني القميص جدا جميل. زين هاي ان لارج افنو، نريد نضع على التخي، وين صب نضع على التخي؟ استاذ دكتور بس ممكن تعيد الجملة؟ هاي ان لارج افنو، ان لارج يعني الشارع جدا واسع، نريد نضع له التخي، وين صب نضع له؟ بعد الاسم او العفو قبل الاسم او قبل الصفة؟ بعد دكتور، بعد الاسم ان تخي. قبل الاسم. بعد من يقول؟ استاذ قبل الاسم، قبل اللارج، تصير اون تري لارج افينيو. اون تري لارج. برافو برافو، ما لا انت تري لارج. حسن وانتم حليتم الصح، هاي المفروض نقول قبل الصفه، لان اللارج واسع صفه. فقبل عفوا نعم نعم قبل اللارج ايه. تصير اون تري لارج افينيو، يعني الشارع جدا واسع. اون تري لارج، اون تري لارج. زين هاي عندي ان رو اتروات، الشارع ضيق. زين وين صب اضع الدخي؟ قبل الصفه استاذ. برافو، يعني الصفه دقيقه اي، ما هي الغو الا الاتغوات؟ اتغوا اتغوا، الغو يعني ستريت. برافو برافو حسن، برافو. قبل الاتغوات نقول ان غو تخي اتغوات، يعني الشارع جدا ضيق. زين اسا عندي استخدام لو بلو، لو بلو معناته الاكثر. هون ايش عندي؟ ان تخا غابيد، وين صب اضع لو بلو؟ تضع قبل الغابيد. يعني ايش يصير عندي الجمله حسن؟ يعني بعد الترين تصير لو بلو ترين، العفو اون ترين لو بلو غابيد. برافو، صير انتخا لو بلو غابيد، القطار الاكثر سرعه. نعم. زين هاي لوغ ان بون غوبا، استاذ راح انطي المجال للطلاب لان صراحه انا كنت درست الموضوع. برافو، ما اريد الباقي، انا الباقي دقيقه جاوبوا، حتى اذا غلط نحن نعدل، بس المهم اريد تجاوبون. زين
من الشراب، شراب عائشة خالد، واحدة من الطالبات منو معاي؟ يلا. نعم دكتور أنا معك. محمد، محمد دقيقة، أريد واحدة من الطالبات قبلكم. دكتور خلي أنا يعني خلي حتى لو غلط ما مشكلة صلح لي. يلا. المهم أشارك. زين حل. هاي نعم دكتور معك. أن بو غوبا، أن بو غوبا، أشون راح نحلها مع لو بلو. لو بلو أن غوبا، لو بلو أن غوبا، دكتور الصيغ؟ لا. يعني نقول الوجبة جيدة مع هوني، ما ما أعرف أنا، لا أنا هوني لا، أنا أريد بس أحد يحلها دش أقول له صح. سراب. نعم أستاذ. زين سراب، نعم الله عليك، أريد تحلين هاي الجملة اللي هي أن بو غوبا، أشون راح نحلها مع لو بلو؟ العفو أستاذ، أنا هسه توني طبيت المحاضرة. ما هاي اصلا معادله، لان هاي مال المفاضله، حتى هوني تتقوون بالماده ازيد. صحيح استاذ، بس انا هسه توني جيت الكهرب وطبيت المحاضره فما كنت منتبهه. زين، لكن اللي بعدها راح تحليها دقيقه رقصي. من يحلي هاي ان بو غوبا؟ الباقي من الطلاب او طالبات ما عدا حسن والبول. يلا عمار، الباقي عائشة، خالد، زين حسن حله، حسن مالو هاي. نعم أستاذ. أم بو غوبا أشو راح نحله؟ أن غوبا لو بلو بون. برافو، الوجبة، وجبة الطعام الأكثر شهية أو جيدة طيبة. أول شيء نجيب أداة النكرة وبعد الاسم، وبعد نجيب لو بلو. نعم. لهذه، وبعد الصفة وصلت طلاب وطالبات. الساعة أغيد سراب، سراب حلي هاي الجملة. أن غرون كرواسون، يعني وجبة، وجبة طعام جدا دسمة. كرواسون طبعا اسم، الغرون صفة. يلا سراب. دكتور نحول على المؤنث ما دكتور؟ ما على المؤنث المذكر، لا هوني مفاضلة. كرواسون ان غرون شون؟ كرواسو أنا كرو؟ لا 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 لا، ما أريد غيركم يحلها، أريد أنتم. أنا كرو كرواسو أشون نحلها؟ زين أسا إذا قلتوا أعطي الطالب 10 درجات ما عدا حسن لا يحل، يمكن راح تحلوه على السريع. يلا الباقي، سراب، عائشة، رغدة، من الطالبات. ما نحن نقول الطالبات دائما أشطر، ما يصير هكذا. حسن، حسن حلل هذه. أنا غرون كرواسون أشو راح نحلها؟ أنا كرون كرواسون، نخلي لو بلو بين الاسم والصفة، تصير أنا كرواسون لو بلو كرون. برافو، تصير أن كرواسون لو بلو كرون. نجيب الآن وبعد الاسم كرواسون ولو بلو كرون، يعني الوجبة الأكثر دسامة. نعم. زين هسه هاي حل، هاي حل جملتين حسن. الجملة الأخيرة نفسها أريد أحد يحلها، أن فيو جورنال، يعني جريدة قديمة، فيو قديمة، دي الله صفة حتى عاد أوضحها. أشون راح نحل؟ يلا دكتور الصيغ، أنا فلو
لي كرو جورنال. لا 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 انا فيو جورنال. انا فيو جورنال لي كرو. لا لا ماكو ماكو عندنا بس لو بلو ماكو كرو. يلا يلا انا فيو جورنال لو انا فيو جورنال لو انا فيو جورنال لو. ايه انا اريد اشلون يكون الحل. يلا الدكتور عاد احاول بس دائما عاد افشل. احاول خلي احاول احل الكلمه. أين غاد لشي؟ أريد الباقي الباقي هم يشاركون. رغدة رغدة لا صوت، سراب لا صوت، عائشة أشون أشون أشون. يعني أخلي حسن يحله ما يصير كوي ها؟ زين حسن حل مية الهاي أنا فيو جورنال أشون نحله؟ نعم أستاذ نفس الشيء تصير أون جورنال لو بلو فيو. نخلي لو بلو بين الاسم والصفة. الفيو هي الصفة اللي هي الأولد. برافو حسن. يعني تصير أن جورنال لو بلو فيو الجريدة الأكثر قدما. يعني مبيني أول شيء نجيب الآن والجورنال الاسم اللي بعده ننزل لو بلو يعني وبعد الفيو. يعني أن جورنال لو بلو فيو الجريدة الأكثر قدما هذا بس. زين هسه انتهينا. طلاب طالبات عندكم سؤال أريد تراجعون مليح لأن همين أسألكم بالحلول. يعني من حتى إذا أخذنا مواضيع جديدة راح أسألكم همين الراجع. أريد تشاركون أريد الكل مشاركة. أريد الكل طلاب طالبات هاي شغلة مهمة حتى أنتم تكونون أيضا بالامتحان مستعدين. ما أنتم هاي فقرة تفيدكم. زين طلاب طالبات انت معي؟ زين اريد من يعرف تصريف فعل اتخ؟ من يلفظ لي فعل اتخ؟ شلون نصرفه؟ اللي هو مثل الفيرب تو بي اللي هو نقول اي ام يو ار هي از شي از. فعل اتخ انا راح اصرف اول شيء مع جو اقول جسوي. زين من يصرف بعد؟ اللي هو اي هذا. يلا دكتور استاذ ما عاد تطلع الصوره مال الملفات عاد تطلع قدامنا. لحظه راح اعمل يعني نيو شير. لحظه هسه طلعت عندكم؟ ايه اللي هو ايه هذا فعل ايه. شلون نصرفه؟ يعني شفويا طبعا هو فعل شاذ مثل الفيرب تو بي بس شلون نصرفه؟ اللفظة من المرحلة الأولى ذو التي. أنا راح ألفظه زين أنا راح ألفظه وانتبهوا علي وانتم بتلفظوني. فعل إتخ يعني ستادير أون فا كونجوغي لو فيرب إتخ. راح نصرف فعل إتخ شلون كومو قول جو سوي جو سوي جو سوي توي توي إلي 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 برافو. Nous sommes
Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Elles sont. Bravo, bravo, Hassan. Bravo, ما شاء الله عندك قدرة تعلم اللغات. زين حسن ارجع الفضو مرتلخ اغي دقيقة بعد حسن راح اختار طالب او طالبة يصرفوا يلا حسن je suis ايه tu es je suis tu es ايه elle est il est elle est nous sommes vous êtes vous êtes Vous êtes. Eh? Ils sont. Elles sont. Elles sont. Elles sont. Ils sont. Là, ils sont. Elles sont. Ils sont. Elles sont. Bravo, bravo, Hassan. Zien, Arid, دقيقة, أدنى شامل. رغدة. نعم أستاذ. ذاب حلقي رغدة. نعم معك أستاذ. هسه ساعته ايه زين هسه صرفي فعل ايتر ايتر وي برافو مثل ما حسن صرف رغدة اذا صرفتينه صح قدام الكل انت تاخذين 10 درجات وي يلا ليش لعباي 10 درجات ليش حكي سوالف قدام الكل يعني حسن اللي شارك ما ما راح ياخذ العشرة انت راح تاخذين صراحة مغري هذا هاي لو أنا أرجع والفضة أتشجع لا 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 ما يحتاج حسن يعني عوفة أنا ما هوني دا شجع مأزيد بس يعني جديات تلفظين صح راح تاخذين عشرة يلا ليه صمت يعني استاذ أصرف الفعل إيه الفعل يعني شلون صرف الفرب تو بي نقول I am you are he is she is أنا أريد نفس الشيء دكتور ممكن أنا أجاوب ال صنت ال صنت خلي اول شيء هي خلي رغده رغده ال صنت استاذ ال ما انا اريد من البدايه من البدايه رغده استاذ اقراهم يعني ايه ايه هيان هيان ها هيان التصريف امامك يا قدام ايه استاذ جو سويز جي سويز تو اير تو ايز ايه إلي إست بعد يلا كملي إلي إست إيه nouns nous sommes vous sont إلي sont نعم استاذ nous sommes Nous sommes. Eh. Vous sont. Là, vous êtes. Vous êtes. Elles sont. Ils sont. Ils sont. Elles sont. Ou elles sont. Elles sont. Bravo, bravo. بس. دكتور أنا جاوب ممكن. أكو أغلاط ليش؟ ما نقول je suis. نقول je suis. جسوي صح استاذ استاذ انا عفوا بس شويه توترته ما يحتاج ممكن اجاوب انا ومع تو قلت اي ما تو اس يعني راح اعيد إيه صح يعني راح اعيد لفظ جسوي تو اي ايلي ايلي نو سوم فوزيت ايل سون ايل سون استاذ واحد عليك العشره بس برافو على المشاركه لا ان شاء الله شارك استاذ محاضره الجاي القادمه ان شاء الله إن شاء الله زين أسا عقيد محمد عبد السلام قران نعم نعم دكتور دكتور أول وحدة جي سوي ايه؟ ثاني وحدة تو فوس تو إيه لا تو إيه تو إيه ثاني وحدة تو إيه ثالثا إلي إلي إس إلي إس الجهة الثانية نوفوس 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 نوسوم فوسو إل سانت إلي سانت لا إل سان إل سان
ils sont, elles sont. Bravo. Ils sont, elles sont. يعني نقرانه je suis, tu es, il est. Je suis, tu es, tu es, il est, il est, il est, elle est, nous vos, elle est. Nous sommes, nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Vous êtes, elles sont, elles sont. Ils sont, elles sont. Ils sont, ils sont, elles sont. Ils sont, elles sont. Bravo, هذا الصح. Bravo. Ils sont, elles sont. Ils sont, elles sont. Là, elles sont, elles sont. Elles sont, elles sont. Bravo. زين. طلاب طالبات أسعت أنهينا المحاضرة. أريد تدرسون وتراجعون الشيء اللي أخذناه المحاضرات اللي أخذناها.